الصحفية المغربية في فرونس 24 دنيا نوار، واللي معروف عليها الحب ديالها اللي كيتقطر بحال العسل للدويلة العدو. ومشكلتها ماشي غير كتحب الدويلة العدو، كتحبها وكتلحس ليها الكابا. مؤخرا كانوا عندها مشاكل صحية نفسية اللي خلاوها تبعد على البلاطوات ديال فرونس 24، وغالبا هاد المشاكل النفسية غادي يكونوا بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وهذا الشيء عادي، حيت منين حطيتي رجليك في هذيك القناه وانتي كتقلي السم المغاربه وكتستفزيهم بكل الطرق، وانا واحد منهم. ودابا منين شتي الزربيه تجرات على ابناء الدويله العدو وملف الصحراء صافي انتهى، وليتي باغا تجمعي المغاربه في اللايفات ديالك، وعاد بات لك الثقافه المغربيه والاكل المغربي واللباس المغربي والمدن المغربيه، وبغيتي تجمعي الشمل. والصراحه اللي غلب يعف، وانا فاش شفتك رجعتي للاصل ديالك فرحت لك، ولكن دنيا نوار كتبقى دنيا نوار، والجن اللي ساكنها 100% بابن الدويلة العدو، وما عمر داير الكلب ما كيتسرح. اليوم الصحفيه ديالنا كانت دايره بث مباشر وكانوا متبعينها بزاف ديال المغاربه، وبطبيعه الحال وسط المغاربه كاينين ابناء الدويلة العدو، والمغاربه عارفينها الجن اللي فيها ابن الدويلة العدو ما كيخليهاش تنطق الصحراء المغربيه. عليها المغاربه كيبقاو يكرروا ليها نفس السؤال، قولي لنا واش الصحراء مغربيه ولا لا من وجهه النظر ديالك انت، وكان هذا هو الرد ديالها. شوف، الصحراء مغربيه ولا غربيه؟ انا غادي نجاوب على هذا السؤال اون بون فوا بور توت، و جيسبر انكم كتسمعوني. في المغرب كاين جوج ديال المناطق، وحده كيعيطوا لها الصحراء الشرقيه وحده كيعيطوا لها الصحراء الغربيه، ياك؟ واش الصحراء الشرقيه ملي كيقولوا لها الصحراء الشرقيه، واش هذا الشيء كيشكك في مغربيه الصحراء الشرقيه ولا لا؟ انا هذا سؤال باغي نطرحه. عندما تقال في المغرب الصحراء الشرقيه، هل هذا يشكك في مغربيه هذه الصحراء كصحراء شرقية؟ الصحراء الغربية لا ينفي مغربية هذا المكان، يعني أي واحد مؤمن ومصدق بأنه هذه الأرض هي جزء من المغرب، فحتى لو قلت، حتى لو هو قال الصحراء الغربية، وعلى فكرة المغرب رسميا في مراسلاته يستخدم مصطلح الصحراء الغربية، لا ينفي كون هاد المنطقة، إذا كنت إنسان مقتنع بأن هاد المنطقة هي منطقة مغربية، لا يقول لك غربية ولا يقول لك شرقية ولا يقول لك مريخية، راها بالنسبة لك غادي تبقى مغربية. مجرد مصطلح جغرافي، بحال اللي قالها السي عبد الملكي، مجرد مصطلح جغرافي، والناس داروا منه واحد ما عرفت شنو. واش وحق الله، أنا شي مرة مخي كيبغي. وكيف ما شتو سمعتو، ها هي كتلوى بحال لفعه وما قدراش تخرجها من الفم ديالها. وكون كانت النيه ديالك صافيه وما عندك حتى شي خلفيه لقيتها في السلوك على مغربيه الصحراء، غادي تقول لهم ستوب، الصحراء مغربيه بحال كاع المغاربه. وانت دابا راك ماشي في البلاطوات ديال فرونس 24 باش تخافي من الخط التحريري، وراك دايره غير لايف في تيك توك مع خوتك المغاربه. أسيدي ماشي مشكل، في واحد اللقطة قالت على فكرة المملكة المغربية كتستعمل الصحراء الغربية في المراسلات ديالها، واللي كنعرفو أن المراسلات ديال المملكة المغربية كدوز عن طريق الدبلوماسية المغربية، والدبلوماسية المغربية راه كيقولوها مغربية بحال هادي. حول النزاع الإقليمي مرتبط بالصحراء المغربية، وكذا فيما يخص القرارات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. الصحراء المغربية. ودابا شنو غتكوني انت، احسن من السي ناصر بوريطة؟ Another issue is there has been a fight over the Western Sahara for many years now. We call it Moroccan Sahara. You call it Moroccan Sahara. وعلى فكرة راه بسبب ديك الصحراء المغربية بوخروبة طرد 450 ألف مغربي ولد بلادك من دويل العدو نهار العيد الكبير، وشردهم من ممتلكات ديالهم وفرق العائلات ديالهم إلى آخره.
وهذيك انت اللي كتعتبريها مصطلح جغرافي وباغا تقزميها وتصغريها، راه بسببها نظام الدويل العدو قطع العلاقات ديالو مع المملكه المغربيه وقطع العلاقات ديالو التجاريه وسد الحدود وكيسب في المغاربه ليل نهار اللي منهم انت. وهادشي لك انت مغربيه حيت انا وليت كنشك فيك. ودابا ندوزو السؤال اللي سولوها على الصحفي مهدي غزار اللي سب المغاربه واللي قالت باللي ما فراسها ما يتعاود. هادي كتقول انا صحفيه. نسمعوا كاملين. تي اوسي سوبر فو جوست ايمي تاتاتي اسكو مهدي قزر. انا ما سمعت هاد القضيه ديال مهدي قزر ولكن ما عرفتش شنو القصه ديالو. يا دنيا نعريس اهلا بك السي حميد، شنو ما شحال غتقدم لي في المهر واخا انا ماشي ماديه غير كنضحك معاك. هل تغير فرنسا 24 مصطلحاتها بعد الاعتراف الفرنسي؟ لم يطرح هذا. ايوا سيدي راه قالت لكم ما فراسها ما يتعاود، واخا هي عايشه في فرنسا هو عايش في فرنسا، هي صحافيه وحتى هو صحافي، يعني عندهم نفس الدومين، والقضيه ديالو دارت بوم في الصفحات الفرنسيه وحتى في المغربيه، وهي قالت لك ما فراسها ما يتعاود. وجمعات وطوات كيما شفتوا في الفيديو. دوزو دابا لاخر سؤال سولوها واللي عنده علاقه بالقناه اللي خدامه فيها فرونس 24 والعلاقه ديالها مع المخابرات الفرنسيه، وكان هذا هو الرد ديالها. هناك فرق، تقولوا لي اذا مخابرات فرنسا هي من تفرض الخطوط. لا، هناك فرق، ماشي مخابرات فرنسا من هي تفرض الخطوط، هي قناة ممولة من الخارجية الفرنسية، وهناك الخارجية والمخابرات هادو يعني هناك فصل بين السلطات، هناك فصل بين السلطات، يعني كاين سلطات تابعة للجهة كاين سلطات تابعة لجهة أخرى. حنا الإعلام ممول جزئيا من الخارجية الفرنسية وجزئيا من وزارة الثقافة الفرنسية، ممول بجوج، من وزارة الثقافة ومن وزارة الخارجية. ف لا علاش حنايا مالنا خدامين في سقنا ديال العسكر باش ولا لا حاشا، واش تكوني خدامه في العسكر؟ غير انت كتطبقي اوامر ديال العسكر. وغنختمها ليك بهاد اللقطه هادي اللي الصراحه احسن ما داز في قناه فرونس 24 واللي كنتي حاضره فيها انت وعجباتني لواحد الدرجه ما تتصورش. هنا كتعرفي المغاربه الحقيقيين. نتبعوا كاملين هاد السيد الله يواليه برحمه الله وزارته وزاره العدل مع اي تحقيقات بشان المهدي بن بركه، وان لا تحقيق جنائي في هذا الموضوع، وان على المجلس الوطني لحقوق الانسان التكلف بهذه القضيه. يعني هناك كلام من جهه، كلام جميل جدا ومحمود كما تقول، وهناك افعال غائبه بالمقابل. شوف لالا، انا ما جيتش هنايا نوب على السي الرميد وما جيتش لهنا باش نكون مدافع وزير عدل اسبق، يعني نسالك هذا السؤال بصفتك ديال الدولة، رجل دولة ديال وزير عدل اسبق. شوف شوف الله يبارك فيك، انا جيت لهنايا باش نشارك في واحد الجلسه اللي فيها تكريم للمهدي بن بركه اللي كتبحث عن الحقيقه، ما جيتش باش ندير البوليميك. ارث الحسن الثاني مازال على كاهل محمد السادس، نقطة استفهام. شوف لالا، أنا كنت في المعارضة 40 سنة وعارضت الحكومات من 1960 حتى الحكومة ديال السي عبد الرحمن ديال التناوب، وقلت رأيي ورأي الحزب ديالي في الشؤون ديال المغرب، ولكن اليوم أنا ما مستعد شيء في واحد القناة دولية اللي كتصوب في العالم بأسره نجي هنا ندير المحاكمة لبلادي. محاكمة كنديرها أنا داخل ودرتها، ولكني مع مواطنين ديالي، مع أحزاب أخرى، مع الوزراء، مع الحكومة، ولكن ما مستعدش أنا باش نهضر هاد الهضرة. السي المؤمنين إلا بغى يخطب في هذا الاتجاه الله يعاوننا، أنا غادي نمشي بحالي. هناك سؤال أخير أريد أن أطرحه عليك السيد عبد الواحد الرادي، بما أنك اتحادي واشتراكي، لا أدري إن كنت ما زلت تسمعني السيد عبد الواحد الرادي. مع الأسف فضل ضيفنا عبد الواحد الرادي النائب البرلماني ووزير العدل الأسبق عدم مواصلة المشاركة في هذه الفقرة النقاشية. واش غنقول لك؟ الله يعطيك العز،
أما الدل راك عايشة فيه، وكما قال ملك البلاد محمد السادس الله ينصره ويطول لنا في عمره ويشافيه، الصحراء المغربية هي النظارة اللي كيشوف بها المغرب العالم. وبسلامه.